بدأت في أوكرانيا اختبارات منظومة صاروخية جديدة تدعى فيلخا، حيث أطلقت الصواريخ بكامل حمولتها الحربية. حضر الاختبارات في جنوب منطقة أوديسا أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا ألكسندر تورتشينوف، الذي أشار إلى أن منظومة صواريخ فيلخا ستعتمد في تسليح القوات المسلحة الأوكرانية، وسيبدأ المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بإنتاجها في المستقبل. بالنتيجة لدى أوكرانيا أسلحة صاروخية أقوى من نظيرتها الروسية سميرتش، وستجرى اختبارات الدولة على عدة مراحل. سيقوم الزبون خلالها من التحقق من امتثال الصواريخ للخصائص المعلنة ومن خصائصها التكتيكية والفنية. بعد اختبار المنظومة الصاروخية ستعتمد على تسليح جيشنا، وستبدأ مؤسسات المجتمع الصناعي العسكري الأوكرانية بإنتاجها المتسلسل.